النهاردة هنقدم لكم حاجة سهلة جدا كلنا متعودين عليها وكلنا بنعملها في البيوت وفي كل مكان، المكرونة فورم باللحمة المفرومة والبشاميل. هنبدأ مع بعض واحدة واحدة كده نعمل الأول المكرونة فورم. عندي المكرونة مسلوقة جاهزة وهعمل اللحمة بتاعتي أعصجها وأظبطها وتشوفوا مع بعض واحدة واحدة ونعمل البشاميل مع بعض. جهز النار، دي أول حاجة هنعمل اللحمة بتاعتنا وبعد كده نعمل البشاميل. اللحمة عندنا هنحط شوية زيت على النار ونسيبها تسخن كده ونقطع الانجريديان اللي هي المكونات بتاعتنا. عندي بصلة مفرومة، زي ما احنا شايفينها مع بعض، والاول هشمط اللحمه بتاعتي على النار زي ما احنا شايفين مع بعض. وأقلب اللحمة واحدة واحدة وأقطع طماطم فريش عشان هضيفه مع المكونات دي. واحدة طماطم واحدة كده بس مع الصلصة. طماطم فريش لما بتضاف للمكونات بتاعتي بتديني تيست كويس جدا. هي زي ما احنا شايفينها اقلب اللحمه وانا بقلبها ما سيبهاش كده يعني ماسكه حتت في بعضيها كده. لحمه مفرومه لازم كلها تكون مفرفرة خالص كده على اساس ان انا هضيف لها المكونات اللي عندي، البصل والثوم والطماطم الفريش، انما لو سبتها كده هتكلكع معايا وهتبقى حتت تخينة قوي في الصلصة بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده بأديها هرسة شوية كده عشان تبقى ناعمة معايا وما تبقاش حتت تخينة وكبيرة وتتوزع في الصينية اللي انا هعملها بتاعت المكرونة البشاميل. اهيات زي ما احنا شايفينها، كل ما تمسك حتة معايا كده هديني بقلب فيها خلاص كده يعني قربت تيجي معايا واحدة واحدة كده. وبعدين ابدأ اضيف مكوناتي واحدة واحدة. البصل وسن الثوم وبعد الثوم هحط التقليبة وأضيف الطماطم. زي ما أنا بعمل كده خلاص اللحمة زي ما انتم شايفينها هي مفرفرة خالص كده، هي بعيد عن بعضيها مش ماسكة مش قطع، وشمطتها عشان اقفل المسام الخارجية وتديني قيمة غذائية عالية جدا مع المكرونة بتاعتي. اضيف الطماطم مع الصلصة
ضفت الطماطم وهدي معلقه صلصه وهدي تقليبه بصله مع التومه مع الصلصه واسيبهم على النار يسبكوا وياخدوا راحتهم كده ويجلسوا ويطلعوني القيمه الغذائيه بتاعت الطماطم الفريش وطماطم الصلصه. هديهم سنه بيون عندي على اساس تجلس معايا وتتقل وتستوي براحتها. عايزه شويه كمان واضيف الملح والفلفل وادي تقليبه واسيبها تستوي على النار. اجهز البشاميل بتاعي انا هعمله في الطاسه عباره عن الكريمه واللبن والدقيق وهنعمله مع بعض على النار. انا بحط شويه زيت على وزبده بس كفايه كده وهستخدم المضرب واحده واحده الزبده والزيت مع بعض. اول ما الزبده والزيت يسيحوا مع بعض كده بادي تعفيره دقيق واضيف عليها اللبن وبعد كده الكريمه واشوف القوام اللي انا عايزه. انا عايز قوام متناسق حلو كده خفيف جميل على اساس اسقي بيه المكرونه مع اللحمه المفرومه وهنشوف مع بعض واحنا بنسوي البشاميل بيتعمل ازاي. انا حطيت زبده ودقيق زبده وزيت وهضيف الدقيق انا عايز على قد صينيه صغيره مش كبيره وبقلب على اساس الدقيق يستوي معايا وبعد كده هضيف اللبن والبيون. ادي اللبن بتاعي وانا بضيف بقلب اقلب واحده واحده وانا بقلب كده على نار هاديه كده اسيبه لحد ما يتقل معايا وادي شويه بيون صغير بيون معايا واسيبه على النار بالراحه كده واحده واحده تقل معايا شويه اهو. هضيف له شويه لبن تاني تمام كده نبص بصة مع بعض على اللحمة عندي عملت ايه. قربت تستوي اهيت بس لسه شوية برضو واشوف البشاميل عندي عمل ايه. تقل؟ لا لسه عايز شويه تاني على يستوي
واجهز السرفيز اللي هقدم فيه وهسوي فيه المكونات بتاعتي في الفرن. البشاميل اللي عندي تقل اهو، هدوقه كده، عايز ملح وفلفل. شوية ملح وشوية فلفل بسيط. وهدي تقليبة. وأدي شوية كريمة فريش. خلاص كده اديت الكريمه بتاعتي والبشاميل اللي معايا ربط، سيبه بس ياخد غلوه ونبص بصه على اللحمه بتاعتنا. الريحه والجمال طالع اهو. واسيبها شويه واشغل الفرن بتاعي. ايه اللي هنحط فيه؟ المكرونة البشاميل اللي عندي كده خلاص استوى. المكرونة يا جماعة عندي هي مسلوقة جاهزة. لو أنا عايز هسلقها عادي، عايز اخليها سوى زياده شويه، مكرونه عندي اهيت. هدي الاول نص الكميه ونص الكميه. نص الكميه يعني ايه؟ يعني هنزل نصهم اهمت في البايركس بتاعي، وهدي معلقه بشاميل ومعلقه لحمه مفرومه. البشاميل بتاعي كده اهو جاهز اهو، واللحمه المفرومه بتاعتي تعتبر جاهزه. هدي المعلقة اللحمة زي ما احنا شايفين مع بعض واحدة واحدة. ولوج بشاميل او معلقة بشاميل برضو هضيفها دلوقتي حالا. وهقلب. هدي تقليبه برضه كده في البايركس بتاعي، كل المكونات مع بعضيه زي ما احنا شايفين. وهضيف النص المكرونه الثاني. ضفت النص الثاني مكرونه، برضه هحط اللحمه المفرومه زي ما احنا مع بعض اهو. وهقلب. الريحة طالعة ازاي جميلة. قلبت اللحمة بتاعتي مع المكرونة، شربت كلها وخدت من اللحمة اللي انا عاملها. وهحط البشاميل واختم بالجبنة مع بعض واحدة واحدة. وهدي البشاميل زي ما احنا شايفين كده مع بعض واحدة واحدة. زي ما احنا شايفين كده بشاميل لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وهتعجبكم، والتست الشرقي بتاعنا المصري زي ما احنا شايفين مع بعض سهلة قوي وطعمة وجميلة ولذيذة. حاجة الشرقية بتاعتنا بتعجبنا كلنا. ونشوفها مع بعض
خلصنا كده المكرونة، خلصت كده. هديها شوية جبنة وادخلها الفرن تاخد جراتان. جراتان ده اللي هي ايه؟ ممكن اعمل بيضة، ممكن اعمل جبنة، ممكن احط اي نوع جبنة عندي، ادخلها وادخلها الفرن تديني شكل وتست، وتضيف لي اضافة جميلة مع اللي انا عملته، اللبن والكريمة واللحمة والمكرونة، وندخلها الفرن. ادي المكرونة بتاعتنا.